لكم، أهلا بكم في برنامجكم الإخباري الجزائر مباشر. وفي الحدث الليلة، حصيلة تدخلات رقابية للمصالح الأمنية في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة تسفر عن حجز كميات معتبرة لمواد غذائية وسعة الاستهلاك ومتابعة قضائية للمضاربين. وفي الملف، تحسين مرئية الجامعات الجزائرية، ترقية لأداء مؤسسات التعليم العالي وإبراز المواهب العلمية وتسهيل الحصول على شراكات استراتيجية. وفي الملف الدولي، أزمة سياسية تعصف بإدارة الاحتلال والمستوطنون يواصلون اقتحاماتهم لباحات الأقصى. أفطركم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الإخباري الجزائر مباشر الذي يأتيكم عبر القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري. إذن وكما جاء قبل قليل، الحدث الليلة هو المضاربة، ورغم كل الإجراءات الردعية لمحاربة المضاربة جشعوا المضاربين في المواسم والمناسبات وحتى في شهر العبادة والرحمة شهر رمضان لا يتوقف، حيث قامت مصالح الرقابة على مستوى السوق الوطنية بعدة إجراءات وحجز للسلع. وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتونيا اليوم وفي فروم القناة الإذاعية الوطنية أبرز أن الدولة ماضية في استراتيجية مكافحة المضاربة والاحتكار وكسر الأسعار للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. يكون رمضان يكون طلب كبير على المواد الأولية، نلجأ إلى خلق فضاءات تجارية لكسر المضاربة وكسر الأسعار المرتفعة مع عملية رقابة مستمرة اللي تقوم بها مصالح وزارة التجارة ومصالح هيئات أخرى بالتنسيق مع وزارة التجارة لكي نقضي وننقص أو نقضي على المضاربة والمضاربة غير المشروعة والاحتكار. وهذا خدينا فيه إجراءات كثيرة وفيه أرقام مهولة اللي مشات إلى من الأعوال اللي مشوا إلى الميدان وتحققوا من هذه الأمور. إذن كان هذا تصريح وزير التجارة وترقية الصادرات للتلفزيون الجزائري بخصوص الإجراءات المتخذة لمحاربة المضاربة في هذا الشهر الكريم. للحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد يونس بالقاسم مدير فرعي لمراقبة الممارسات التجارية بوزارة التجارة. أهلا بك سيدي، صح فطورك، شكرا على حضورك في البرنامج. مساء الخير وصحة فطوركم وشكرا على الاستضافة و بهذه المناسبة رمضان كريم لكل المشاهدين. أهلا بك، معنا أيضا دائما مختص في الاقتصاد الأستاذ العربي غويني، صح فطورك، أهلا بك سيدي. صح فطورك، رمضان كريم لك والمشاهدين الكرام. أهلا بك سيدي. أبدأ معك سيد يونس بالقاسم، إذا سمعنا قبل قليل لوزير التجارة وترقية الصادرات الذي تحدث عن بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة من أجل محاربة المضاربة التي ربما تتفشى أكثر في مثل هذه المناسبات وخاصة في هذا الشهر الكريم. حدثنا في البداية عن أهم الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة. شكرا. على كل حال، الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع مختلف القطاعات كالفلاحة، المالية، الداخلية، الصناعة، الصيد البحري وكذلك الدواوين العمومية للضبط والتوزيع من أجل اتخاذ إجراءات خاصة بمناسبة شهر رمضان المعظم. من بين هذه الإجراءات أو التدابير بخصوص تموين السوق الوطنية بمناسبة شهر رمضان، أولا جميع المواد الواسعة الاستهلاك تم تعزيزها بإضافة كميات إضافية لتموينها في السوق الوطنية. من بينها مثلا مادة الزيت، سابقا يوميا كان هناك 1600 طن يوميا فيرسي في لو مارشي، حاليا راه هي 4600 طن يوميا، اي تضاعف العدد ثلاث مرات.
كذلك مادة السكر، مادة السميد، الفارينة، الحليب، جميع المواد الواسعة الاستهلاك. نعم، لكن السيد يونس بالقاسم، اكيد انه وزير التجاره اكد انه ليس هناك ندره في بعض يعني في المواد الاستهلاكيه والمواد الاساسيه الواسعه الاستهلاك، لكن رغم ذلك بعض المناطق تشهد بعض التذبذب، اين الخلل سيدي؟ اكيد السيد وزير التجاره والترقيه الصادراته صرح هذا الصباح في فورم الاذاعه الوطنيه، هذا يعود الى التذبذب في بعض التذبذب في التوزيع، وكذلك اللهفه التي يمارسها المستهلك الجزائري. انا قلت منذ لحظات ان الكميه كميه الزيت فيرسي في لو مارشي كانت من سابقا 1600 طن يوميا، اليوم رانا في 4000، ضاعفنا الكميه بثلاث مرات، 4600 طن يوميا. هناك لهفه اخرى، وهذا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يقول لك راهي كاينه ندره هناك في الاخر، وانه المستهلك واش يدير؟ يخزن بكميات اضافيه، وهذا مما سبب بعض الاسباب تذبذبات في بعض المناطق في السوق الوطنيه اكيد. نعم، سيد العربي غويني، اود ان اسالك يعني ما هو تشخيصكم لما يحدث في هذا الشهر الكريم من مضاربه بخصوص بعض المواد الاساسيه الواسعه الاستهلاك؟ بطبيعة الحال الآن المضاربة الغير مشروعة هي نتاج لتراكمات عاشها الاقتصاد الجزائري وعاشها السوق الجزائرية، فهي تراكمات وسلوكيات، وكذلك إلى طبيعة عملية الاحتكار التي كانت سائدة في السوق الجزائرية. فالسوق من المفروض أن تكون له آليات، هذه الآليات تتحكم بطبيعة الحال في عملية العرض وفي عملية الطلب، ناهيك على أننا في موسم أو في مناسبة رمضان. الآن حضور الدولة، هذا ما يهمنا في هذا السياق، أن هناك حضور قوي للدولة، تدخل الدولة لمراقبة ومتابعة ما يجري في السوق الجزائرية، وهذه في حقيقة الأمر من متطلبات المرحلة الراهنة، لأن السوق الجزائري عاش لتراكمات وسلوكيات، ولا ننسى أن مثلا مادة الزيت أو بعض المواد ما تسمى بالسلع الاستراتيجية الأكثر استهلاكا كانت تحتكر من قلة من أطراف قليلة جدا. الآن الدولة بدأت تستعيد هذه الهبة، وتستعيد كذلك تدخلها في السوق، وبالتالي عن طريق سن قانون مكافحة المضاربة الغير مشروعة. المضاربة الغير مشروعة، ونجد أن العدالة لعبت دورا مهما، نجد كذلك السلاك الأمنية لعبت دورا مهما على هذا الأمر. هذه الفترة التي يعرفها السوق الجزائري نعرفها نحن بأنها طبيعية ومرحلية، لأن الجزائر الآن تريد أن تبني اقتصاد قوي، وكذلك تريد أن نصل إلى تطبيق آليات السوق المعروفة عالميا، وبالتالي هذه المرحلة لابد لها أن تكون هناك قوى ترفض هذه الإصلاحات الاقتصادية وتعمل على دحض كل المحاولات. ولذا نجد الآن، وهي في حقيقة الأمر في رمضان هذا، نجد أن لأول مرة تتوفر هذه السلع بقوة، وكذلك نجد أن الدولة حازمة في محاربة مثل هذه السلوكيات، حتى نصل بطبيعة الحال إلى تطبيق قانون منافسة شريفة في السوق، ونطبق كذلك آلية السوق ومعايير السوق، وبالتالي الآن الدولة توفر تمويل. ثاني نقطة مهمة جدا أردت أن أضفيها في النقاش، أن مسألة الندرة في حقيقة الأمر لا تطرح في الجزائر، كلمة الندرة معناها عدم قدرة الدولة على توفير المواد، لكن الآن هو يقول لك الزميل الفاضل ضيفك الفاضل أن المنتجين 4 منتجين للزيت في الجزائر ضاعفوا الكمية بثلاث مرات، وبالتالي معناه لا يوجد مفهوم للندرة، إنما هناك إشكالية في عملية توزيع وضبط
آليات السوق، وبالتالي مع الوقت سوف تضبط هذه الآليات وسوف يتحكم في السوق وترجع الأمور إلى نصابها. سيد العربي غوني، يفهم من كلامكم أنكم تعودون بنا إلى تصريح وزير العدل قبل فترة عندما قال أن نزل ضيفا على التلفزيون قال إن ما يحدث بالدلائل والقرائن هي لعبة قذرة تخوضها جماعة المنظمة من خلال المضاربة بالمواد الأساسية. ألا ترى أن هناك من يسعى إلى ربما زعزعة استقرار مؤسسات الدولة خاصة في ظل الإجراءات الهامة التي أقرتها الدولة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن؟ شوفي، أقول لك من هذا المنبر أن فلسفة الإصلاحات الاقتصادية لابد أن يكون هناك رد فعل وتظهر قوى تعمل على ضرب هذه الإصلاحات، لأن تطبيق هذه الإصلاحات سوف يفقدها ما كانت تستفيد منه، وبالتالي هذه المضاربة الغير مشروعة بطبيعة الحال نحن في ما لاحظناه أن ازدادت درجة المضاربة الغير مشروعة خاصة في المواد الاستهلاكية والمواد الأكثر استهلاكا، مما جعل أن الدولة تسن قانونا قائما بذاته لمحاربة المضاربة الغير مشروعة، وتشوفي أن هناك العديد من القضايا مشت إلى حتى 10 سنوات في الحكم. وبالتالي ما معنى ذلك؟ معنى أن هذه المرحلة، أعتقد رأيي البسيط ورأيي الخاص، أنها مرحلة طبيعية لتراكمات سابقة. نعم. باش نرجعوا الأمور إلى نصابها ونرجعوا إلى آلية السوق. العملية ستكون معقدة لضبط السوق. ماهيش سهلة. لأن في غياب سلطان القانون وفيما سبق. الآن نحن نبني، أقول لك، نحن منذ سنوات، 2 سنتين أو 3 سنوات، نسعى إلى بناء اقتصاد قوي، نسعى إلى بناء منظومة اقتصادية قوية، نسعى إلى بناء منظومة السوق، لأن السوق هذا له آلياته وله قواعده وله قوانينه، من ضمن هذه القوانين الشفافية، من ضمن هذه القوانين المنافسة. لما الدولة تضرب بقوة سوف يرجع السوق بآلياته، نتحكم في مسألة الأسعار، وكذلك نجد أن الدولة حازمة في ظاهرة الاحتكار، لأن المشكل الآن وراه الآن لما تشوف الأسواق فيها السلع وفيها. أما قضية كما ذكر الزميل، مسألة السلوكيات، يمكن أن نقوم بتقويم سلوكيات المواطن. سلوكيات المواطن تتقوم لما يشوف المواطن ويثق بأن السلع متوفرة وكل شيء متوفر، وأن الدولة تطبق بحزم فيها، تتدخل بحزم. الآن الأسواق الجوارية وش راه دير الآن الدولة؟ تقرب، تخيلي تقرب المنتجات، تقربها إلى المواطن، من الفلاح إلى المواطن، من المنتج صاحب المصنع إلى المواطن مباشرة. ما معنى ذلك؟ أنها تقرب وتوفر وتعطي الأمان للمواطن. نعم، أعود إليك سيد يونس بالقاسم. إذا إضافة لكل ما تفضل به دكتور العربي غويني، تحدثتم قبل قليل عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة لمحاربة هذه الظاهرة، ظاهرة المضاربة والاحتكار. ماذا عن أعوان الرقابة سيدي، يعني عن تنقلاتهم، عن أوقات رقابة، كيف يجري عمل الأعوان؟ هل تم تكثيف عمل هؤلاء الأعوان في هذا الشهر الكريم؟ أكيد أعوان الرقابة هم متواجدين على المستوى الوطني، كذلك بمناسبة شهر رمضان كتف الرقابة خاصة في ساعة الدروة، مثلا بين قبل بعد صلاة العصر إلى غاية أذان المغرب، هنا تكون التجارة نشطة جدا، هنا يكون الأعوان تاعنا متواجدين على مستوى الأسواق الوطنية. كذلك نعطيك رقم، عندنا ما يعادل 9000 عون رقابة راه منتشرين على المستوى الوطني لمراقبة جميع المواد، وهذا حفاظا على صحة المستهلك وحمايته من القدرة الشرائية. نعود برك في النقطة برك مع الأستاذ على قانون المضاربة. أنا بالنسبة لي قانون المضاربة غير المشروعة اللي صدر في 28 ديسمبر 2021 كثر الحديث عليه كثيرا في الأونة الأخيرة، وتفضل السيد وزير العدل شفته في حصة على المستوى البرلمان، راه قانون بالنسبة لي راه قانون من سائر القوانين. هناك هنا في حاله ارتكاب مخالفه كاين الرد، قالها انها ليست مساس بالاقتصاد الوطني. اكيد مساس بالاقتصاد الوطني مثل القوانين الاخرى، وانما هذا جاي بحاله خاصه.
كما تفضل الاستاذ قال لك هذا نتيجه تراكمات اللي سابق لسنوات ماضيه، كان الناس يمارسوا تجارة غير شرعيه، يضربوا في منتوج ويا بالاخص المنتوجات المدعمه من طرف الدوله كالزيت الحليب السميد، هذو هما اللي يروحوا لهم بزاف المضاربين. هناك عمليه الرضع بطبيعه الحال، احنا عندنا نعطيك ممكن حتى حصيله نتاع السنه الماضيه ولا نعطيك تاع الثلاث الاشهر هذه الاشهر الاخيره الاخيره، نعم. عندنا ما يعادل عندنا 32 ألف تدخل من الى غايه 22 مارس هذا، نعم. يعني جانفي فيفري الى غايه 22 عندنا 32 تدخل، سجلنا 48 جنحه. هادو جنحه 48 جنحه، هادو اصحابها ارتكبوا مخالفه مضاربه غير مشروعه، قدمناها من المصالح العداله والعداله خدات مجراها، وكاين اللي صدر فيه حكم كاين اللي مازال يصدر الحكم. كذلك قمنا بحجز ما يعادل 690 طن من مختلف المواد الغذائيه مؤخرا في ولايه باسنا، تم حجز ما يعادل 250 طن من ماده التفاح، ما تقريبا 2500 قنطار من ماده التفاح. هذا كان التاجر هذا غير الشرعي كان حاطها لغايه المضاربه. نعم، طيب في هذا السياق في هذه النقطه مهمه جدا، بعض التجار يتساءلون يعني متى يكون التخزين فعلا تجاريا عاديا ومتى يكون يعني جريمه مضاربه يعاقب عليها القانون؟ يعني فيما كيف نفرق؟ نعم، فيما يخص التخزين احنا قمنا في سنه 2020 قمنا بحمله توعويه وتحسيسيه لفائدة جميع المتعاملين من أجل التصريح بمخازنهم ومستودعاتهم، وفي حالة عدم التصريح من الناس تتخذ إجراءات بالنسبة لنا في حالة عدم التصريح بالمخزن أو المستودع لو ديبو ولا لو ستوكاج تاع المتعامل الاقتصادي، حنا بالنسبة لنا راه يمارس عملية مضاربة غير شرعية. وفي حالة عدم توفر الوثائق القانونية من فواتير الشراء لهذه السلع، كيف يبرر هذا التاجر لهذه السلع؟ كيف يبرر؟ في عدم تبريرها تعتبر مضاربة وتتخذ الإجراءات القانونية ضده. طيب نتحدث الآن عن الأسواق الجوارية التي تحدث عنها دكتور العربي غويني، برأيكم هل الأسواق الجوارية التي تم استحداثها خلال هذا الشهر الكريم بإمكانها ربما كسر الاحتكار وقد تتحكم في الأسعار، وهل يمكن أنها تستمر بعد شهر رمضان؟ أكيد، هذه احنا بالنسبة لنا حاليا عندنا 551 سوق جواري تقريبا نغطيو 95% المستوى الوطني، بقاو 5% إن شاء الله نكون في الأيام إن شاء الله المقبلة باش نغطيو جميع القطر الوطني. هذه بالنسبه كما تفضل الاستاذ الاسواق الجواريه، حنا رحنا عند المستهلك ماشي المستهلك جاي عندنا، هذه الاسواق اللي هي تقريبا من المستهلك الجزائري وتوفير جميع المنتوجات سواء المدعمه او اذا غير المدعمه وباسعار تنافسيه جدا. في رايكم ما سيدي هل يمكن الفوتره يعني والرقمنه القضاء على يعني هل كل مظاهر الجشع والمضاربه؟ أكيد أكيد، حنا رايحين إن شاء الله في رقمة القطاع بصفة عامة كما تفضل السيد الوزير في فورم إذاعة، هي من بين الأهداف تاع الوزارة تاعنا رقمة القطاع بصفة عامة، وإن شاء الله نروحوا في إجبارية التعامل بالفواتير. نعم، شكرا لك سيدي. أستاذ العربي غويني، إذا عطفا على كل ما تفضل به ممثل وزارة التجارة، برأيكم يعني هذه المضاربة رغم الإجراءات الردعية القوانين الصارمة، السيد الرئيس دائما كان يتوعد المضاربين يعني بأقصى العقوبات، لكن رغم ذلك هذه الظاهرة تعود في كل مرة، أكيد أن لها يعني عواقبها على المواطن القدرة الشرائية، لكن لها أيضا عواقبها على الاقتصاد الوطني. هي ظاهرة هي ظاهرة ضارة للاقتصاد الوطني، هذه المضاربة الغير مشروعة ضارة للاقتصاد الوطني وضارة كذلك للقدرة الشرائية للمواطن. وبالتالي حتى في جميع الأديان تحرم هذه المضاربة الغير مشروعة، وجميع الأديان تحرم عملية الاحتكار، لكن منشأ هذا المضاربة الغير مشروعة وهذا الاحتكار الذي هو الاحتكار هو الذي أدى إلى المضاربة غير المشروعة. نقطة مهمة كذلك ذكرها زميلي أن مسألة الدعم الدولة للسلع الأكثر استهلاكا هي التي يجد فيها المضاربون يجدون غايتهم من أجل المضاربة الغير مشروعة. لكن أقول لك أن توجه السلطات الآن والدولة
إلى عملية توسيع أو الاستثمار في الإنتاج. عملية توسيع الطاقة الإنتاجية في العديد، شوفي مثلا نشوف مادة الزيت، كان عندنا واحد ولا اثنين اللي ينتجوا الزيت في الجزائر، الآن راه أربع متعاملين، وكاين هناك مصانع مستقبلية سوف تفتح في التقارير قالت أنه يعني الجزائر حققت فائضا بالنسبة يعني للمنتجين في مادة الزيت. في مادة الزيت هذه واحدة. ثانيا يقول لك المنظمة الفاو تقول لك أن الجزائر أول دولة إفريقية توفر الأمن الغذائي في القمح. الآن وش ما معنى ذلك؟ نحن نسير بخطى ثابتة من أجل توسيع وزيادة الطاقات الإنتاجية وفتح، وهذا هو الأهم، هذا هو الأهم، فتح المجال أمام المستثمرين للاستثمار في هذه المنتجات. كثرة الإنتاج، كثرة الاستثمار يؤدي إلى كثرة الإنتاج، وكثرة الإنتاج يؤدي إلى التنافسية، والتنافسية الشفافة والنزهة تؤدي إلى الأسعار التنافسية. وبالتالي لما تكون عندك الوفرة، بطبيعة الحال لما تكون عندك الوفرة لن يكون هناك احتكار، ولن يكون كذلك مسألة المضاربة الغير مشروعة في السلع. لكن قضية وقت بركة، احنا الآن علاه؟ لأن الشكل الآن الذي تحارب به الدولة المضاربة الغير مشروعة ما كانش من قبل، كان ما كانش المحاربة بهذا الشكل. نعم. مسألة العقاب بهذه الشدة وبهذا ما كانش من قبل. زيد الآن أول مرة في رمضان يشهد تدخل الدولة بهذه القوة في السوق من أجل توفير ما يمكن توفيره من المواد الأكثر استهلاكا. هذه لأول مرة كذلك في رمضان تصل وزارة القطاع إلى 540 530 سوق جواري بأسعار تنافسية أو بأسعار نقولوا احنا اسعار مقبوله لدى ونشوفوا انا الريبورتاج اللي دارتهم التلفزيون الجزائري وهو مشكور لذلك، ان هناك ارتياح من طرف المواطنين بهذه المبادرات. وبالتالي معناها هذه مرحله لابد ان نمر عليها حتى نصل إلى رفع من الطاقة الإنتاجية، والطاقة الإنتاجية هي التي تعمل على القضاء على هذه المضاربة غير مشروعة، وترجو كذلك تؤدي حتما إلى ثقة المستهلك بوجود وضمان التمويل بوجود الاستهلاكية. طيب سيد أغوين، يعني كسؤال أخير، المقاربة القانونية واضحة، في قانون لمحاربة المضاربة غير المشروعة، هل فيه مقاربة اقتصادية من أجل محاربة هذه الظاهرة؟ طبيعة الحال أن نشوفوا لما هناك، شوف غير المخالفات التي تتحدث عنها، مش عارف شحال المخالفة في هذا الميدان وعقوبات. الآن لابد أن نمشي بهذا النسق، وهذا النسق هناك عقوبات، لكن في 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 الباب الآخر هناك مجهودات الدولة من أجل فتح مصانع، استثمارات، وجود منافسة، إدخال القطاع الخاص في حتى في قانون الاستثمار 2022، أبك راح مباشرة إلى المنتجات، إلى دعم وتشجيع الاستثمار. وين؟ في هذه التخصصات أو في هذه المنتجات التي يحتاجها المواطن، هذا التي يحتاجها المواطن. وبالتالي معناه نحن نسير بهذا في هذا المسار من أجل أن نحدث وفرة، من أجل أن نرفع من طاقاتنا الإنتاجية، بعد ما كان كل شيء يستورد. نعم. ما الآن لما تشوفين تي في عد سنوات مضت كان كل شيء يستورد. صحيح. وكان يستورد من طرف ثلة معينة تتحكم في الأسعار، ومش غير تتحكم في الأسعار، تتحكم حتى في الكميات. نعم. والآن نعم. الحمد لله راجعت الدولة هيبتها وأصبحت هي التي تتحكم وأخذ، حتى نسير إلى وش نسير. نعم. إلى نظام السوق الذي تنظمه قانون المنافسة وتكون المنافسة نزيهة. شكرا لك دكتور العربي غويني على كل هذه التفاصيل. أشكر أيضا السيد يونس بالقاسم مدير الفرعي لمراقبة الممارسات التجارية بوزارة التجارة، شكرا لكم سيدي. وننتقل مباشرة إلى الملف. Yeah.
في الملف إذن سنتطرق إلى تصنيف مؤسسات التعليم العالي من أجل تحسين مرئية الجامعات الجزائرية وإبراز تميز المواهب العلمية، حيث تقرر خلال شهر أكتوبر الفارط إنشاء لجنة لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. للحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة ضيوف البرنامج كل من السيد البروفيسور حكيم حريك رئيس اللجنة الوطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. أهلا بك سيدي، شكرا على الحضور. شكرا لكم على الدعوة، بارك الله فيكم. شكرا. معنا أيضا السيد عبد الجبار داودي ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أهلا بك سيدي. شكرا سيدتي. ومعنا من محطة ورقلة البروفيسور رضوان كافي رئيس اللجنة المحلية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. صحف طورك سيدي، أهلا بك. السلام عليكم، صحف طوركم، شكرا على الاستضافة. أهلا بك سيدي. أبدأ معك بروفيسور حكيم حريق. في البداية هذا المصطلح، هذه الجملة، مرئية وتصنيف مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي، حبذا لو تعطينا يعني توضيح أو شرح مبسط لهذه الجملة. شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هي في إطار مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لترقية مرئية وتحسين تصنيف المؤسسات الجامعية والبحث العلمي، فقد تم استحداث هذه اللجنة، اللجنة الوطنية لترقية مرئية وتصنيف المؤسسات الجامعية والبحث العلمي. هنا المهام اللجنة هما هناك محورين أساسيين، المحور الخاص بترقية المرئية، والمحور الثاني الخاص بتحسين تصنيف المؤسسات الجامعية والبحثية على مستوى التصنيفات العالمية. ففيما يخص المحور الأول اللي هو الخاص بترقية المرئية، هنا نتكلموا على الجانب، لأنه كل مؤسسة جامعية أو مراكز البحثية فهناك إنتاج علمي وبيداغوجي اللي تقوم به المؤسسات، وهناك نشاطات بحثية وبيداغوجية ثقافية أو رياضية اللي ممكن أنك تقوم بها هذه المؤسسات الجامعية والبعثية. فالترقية المرئية هو داخل من هذا الباب. دونك فيما يخص المرئية، من بين النقاط اللي نتكلموا عليها اللي نعملوا عليها، هو على سبيل المثال وضع المستودعات الرقمية، وهذه اللي تعطي مرئية الإنتاج العلمي والبيداغوجي اللي تقوم به أي مؤسسة جامعية أو أي مركز بحث. دونك هذا من بين النقاط اللي نعملوا عليها، هو وضع هذه المستودعات، وهذا الشيء اللي تسمح بمرئية ترقية مرئية الباحث، ترقية مرئية المؤسسة الجامعية أو البحثية، وهذا ما يحسن من تصنيف المؤسسة الجامعية. يعني يحسنها على المستوى الدولي. الدولي، على المستوى الدولي، بمعنى هناك إنتاج علمي، كيف هذا الإنتاج يكون عندنا الولوج تاعه على المستوى العالمي، كيف نرقيها. هذا من بين الأمور. دونك هنا نتكلم على ترقية الإنتاج العلمي والبيداغوجي. نفس الشيء فيما يخص الإنتاج العلمي، فلازم يكون عندنا لكي ترقية المرئية، داخل من بين النقاط اللي نعملوا عليها هو كيف نرقي من مرئية الإنتاج العلمي، وهذا عن طريق النشر وحث الباحثين على وضع آليات أو تدابير لحث الباحثين على النشر في المقالات العلمية في المجلات المفهرسة في القواعد البيانات العالمية. لأنه ما يخفيش عليكم، نتكلموا في الشق الثاني اللي هو الخاص بالتصنيفات. هذه التصنيفات تعتمد دائما على قاعدتين بيانيتين اللي هي الويب اوف ساينس أو سكوبيز. دونك حنا باش نعمل على تحسين مرئية الباحثين، ونعمل من جهة ومن جهة أخرى ترقية المؤسسة الجامعية والبحثية والتحسين تصنيفها، هو يجب على أن تكون هو حث الباحثين على النشر في هذه في المجلات المفرسة في هذه القواعد البيانات الدولية. من بين النقاط الخاصة بترقية المرئية هو أنه كيف أنه كل باحث
على المستوى الوطني يحسن من مرئية تاعه، لأنه ترقية مرئية المؤسسة الجامعية هو كذلك وترقية الباحثين لينتمون إليها، وهذا عن طريق إنشاء حسابات في القواعد حسابات على سبيل المثال حساب جوجل سكولار أو ريسيرش جيت أو أي حسابات أكاديمية. دونك حث الباحثين على إنشاء هذه الحسابات، هذه ما تعطي مرئية للباحث وتعطي من جهة أخرى مرئية للمؤسسة الجامعية والبحثية. من بين النقاط الأخرى احنا حاليا نتكلموا، الناس كيتكلم على تحب تمد معلومة ولا هناك أدوات التواصل الاجتماعي، دونك لازم المؤسسة الجامعية والبحثية تواكب هذا المعضل. يعني من وسائل الترويج الترويج لأن المؤسسة الجامعية راهي تقوم بنشاطات كما تفضل بحثية أو بيداغوجية أو رياضية أو ثقافية، لازم المجتمع يكون على باله واش هاد النشاطات اللي تقوم بها هذه المؤسسة الجامعية. والمجتمع حاليا بصفة عامة كل الناس تتعامل بهذه الأدوات تاع التواصل الاجتماعي، دونك لازم المؤسسة الجامعية أو البحثية تنخرط في هذا المسعى، وهذا ما يسمح لها بترقية مرئيتها. دونك هذا من بين النقاط. من بين النقاط نفس الشيء هو الموقع الإلكتروني للمؤسسة الجامعية، هو مرآة المؤسسة الجامعية والبحثية. نعم. لازم يكون موقع إلكتروني ليحترم المعايير. هذه داخل دائما فيما يخص النقاط لترقية المرئية للمؤسسة الجامعية. الشق الثاني أو المحور الثاني اللي هو الخاص بالتصنيف، فهناك عدة تصنيفات، تصنيفات للمؤسسات الجامعية، التصنيفات الخاصة بالمراكز البحثية، والتصنيفات الخاصة بالباحثين. هناك ثلاث أنماط من التصنيفات. الهدف تاعنا أنه كيف نحصن من تصنيفات المؤسسات الجامعية البحثية وتصنيف التصنيفات الخاصة بالباحثين. هذا العمل تاعنا هنا على المستوى اللجنة الوطنية، أو هذا عن طريق العمل مع اللجان المحلية على مستوى المراكز المؤسسات الجامعية والبحثية، هو أنه نشوف ما هي هذه المعايير اللي تعتمد عليها هذه المؤسسات الجامعية هذه التصنيفات، وكيف ما هم الأمور اللي لازم نعملوا عليها من أجل تحسين هذه المعايير. دونك هذه هي الخطه اللي نقاط اللي نعملوا عليها بصفه عامه في اطار. نعم سيد، يعني هذا ربما يقودنا للحديث، يعني يعود بنا الى تصريح السيد رئيس الجمهوريه لدى زيارته الى تركيا في احد الجامعات، عندما قال ان الجامعه الجزائريه جامعه مستقله وتختار التوأمة التي تناسبها حتى تنفتح نهائيا على العالم. اي يعني اليوم الجامعه الجزائريه يعني مستعده او يعني تريد الانفتاح على العالم ومن اجل يعني ترقيه حتى اقتصادها. بالطبع بالطبع فكرتيني. من بين النقاط هو التعاون الدولي. التعاون الدولي هو عن طريق الشراكات في مشاريع دولية. هذا الشيء يسمح من أن كل مؤسسة الجامعية، مش مؤسسة الجامعية اللي تخدم على المستوى المحلي على المستوى الولاية اللي راهي فيها أو على المستوى الوطني. حنا حاليا البحث العلمي أو التعليم العالي سيرا على المستوى العالمي، استقطاب طلبة الأجانب، استقطاب أحسن طلبة على المستوى الوطني أو أحسن طلبة على المستوى ولا طلبة على المستوى العالمي أو استقطاب مشاريع على المستوى العالمي. لكن باش نعملوا على هذه الأمور لازم تكون المؤسسة الجامعية عندها مرئيتها على مستوى الدولي، ولازم تكون هذه المؤسسة الجامعية عندها تصنيفها في التصنيفات العالمية. نعم شكرا لك سيدي. أعود إليك سيدي ممثل وزارة التعليم العالي عبد الجبار داودي، تم إطلاق العديد من المنصات الرقمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ربما هذا تمشيا مع التزامات السيد رئيس الجمهورية بترقية قطاع التعليم العالي. هل برأيكم رقمنة القطاع يعني يجعل من يعني هي الوسيلة الأنجع لإعطاء أكبر مرئية للجامعات الجزائرية؟ بالفعل سيدتي الكريمة، إذن كما تفضلتم أنه كان التزاما من التزامات السيد الرئيس والذي يهدف لجعل الجزائر وجهة تعليمية بيداغوجية بحتة، ولا يتأتى هذا إلا من تحسين مرئيتي وتصنيف كذلك المؤسسات الجامعية سواء كانت جامعات أو مدارس عليا، ولا يتأتى هذا إلا من خلال وضع استراتيجية واضحة المعالم خاصة في مجال الرقمنة
وعكفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على وضع ما يسمى بالمخطط الرئيسي للرقمنتي، والهدف منه رقمنتي ووضع نظام بيئي رقمي لجميع المؤسسات الجامعية التي تسمح لها بتجويد التعليم والتدريس وكذلك البحث للرفع من تنافسية المؤسسات الجامعية حتى تحتل مكانة ومركزا يليق بها، وكذلك تفتك مرتبة لا بأس بها بين المؤسسات الجامعية العالمية، وخير دليل ما تم تصنيف مؤسسة جامعية وآخرها في تصنيف التايمز اللي تحدث عليها الأستاذ حريق، وهو كذلك من بين التصنيفات العديدة للمؤسسات الجامعية العالمية، واليوم جامعة سطيف واحد تحتل مرتبة الأولى مغاربيا ومن بين 5 جامعات إفريقيا. هذه من بين إيجابيات الرقمنة، حيث أنه اليوم أصبح بإمكان الطالب والأستاذ استعمال والاستفادة من هذه الوسائط والبنية التحتية الرقمية من جانب الأساتذة، حتى يكون فيه تقديم دروس عبر الخط وامتحانات وتقييمات، وكذلك يتسنى لكذلك للطلبة من متابعة دروسهم عن بعد أو حضوريا والاستفادة من هذه الوسائط. طيب ماذا عن منصة الطالب الدولي باختصار؟ منصة الطالب الدولي وهي منصة توضع للطلبة الدوليين النخبة منهم الراغبين في متابعة دراستهم بالجزائر، وتم إطلاق مشروع ما يسمى بأدرس بالجزائر لفائدة هؤلاء الطلبة الدوليين. يمكنهم من بداية من الدخول الجامعي المقبل إن شاء الله الاستفادة واستعمال هذه المنصة لتسهيل عملية التسجيل والتوجيه، وسوف يكون فريقا مختصا سوف يرافق هؤلاء الطلبة الدوليين، خاصة وأنه الجزائر والجامعة الجزائرية تستهدف إلى استقبال أكثر من 1600 طالب في الدخول الجامعي المقبل، خاصة وإذا عرفنا أن الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم من هذا كونت ما يفوق 63,000 طالبا أجنبيا من 62 جنسية مختلفة. إذا نهدف إلى تعزيز مكانة الجزائر كما هي في الريادة سياسيا، وكذلك نسعى إلى تعزيز مكانتنا في إفريقيا وكذلك قاريا من الجانب البحثي والعلمي. نعم شكرا لك. سيد بروفيسور رضوان كافي رئيس اللجنة المحلية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، استمعنا قبل قليل إلى رئيس اللجنة الوطنية البروفيسور حكيم حريك، تحدث عن الورشات أو ربما العمل الذي تقوم به على المستوى الوطني، ماذا عن جامعة ورقلة بخصوص هذه اللجنة، خاصة إذا ما علمنا أن هذه يعني إعادة هذه المرئية يدخل ضمن الاستراتيجية الجديدة للدولة الجزائرية من أجل إعادة ربما تصنيف الجامعة الجزائرية دوليا؟ إذن فيما يخص اللجنة المحلية على مستوى جامعة ورقلة، يشرف على اللجنة طبعا مدير الجامعة السيد بروفيسور محمد طاهر حليلة الذي يوجه ويسعر على حسن عمل اللجنة، حيث أن اللجنة تقوم بعدة أعمال وعدة برامج، بينها أولا الشق الأول هو السهر على مرئية الجامعة. إذن فيما يخص مرئية الجامعة، بعد جهد الذي تقوم به الجامعة من عبر مختلف المنصات الرقمية، تمكنت الجامعة من احتلال رتبة رقم 2 فيما يخص المستودعات الرقمية. ما يخفيكمش أن هذه المستودعات فيها مختلف الأبحاث والأعمال من مذكرات تخرج، رسائل دكتوراه، كل إنتاج العلمي للجامعة. أما فيما يخص الشق الثاني وهو تصنيف الجامعات، تعمل اللجنة المحلية على تحسيس مختلف الفاعلين في الجامعة من طلبة وأساتذة باحثين على أهمية الانخراط في التصنيف مختلف التصنيفات الدولية، بحيث أن مثلا مؤخرا في آخر تصنيف في الوب أمريكي احتلت كانت جامعة ورقلة بين يعني 10 جامعات في الريادة، وما يخفاكمش أن يعني ترتيب الجامعات مهم جدا من ناحية أن يعني إظهار نقاط القوة ونقاط الضعف لكل مؤسساتنا.
بحيث أن نتمم نقاط القوة أما ونقف على نقاط الضعف من أجل تدارك هذه يعني هذه النقاط. أما الشق الثاني هو الوقوف على الجانب التكويني للطلبة بحيث أن يكون عندنا طلبة عندهم تكوين ذا جودة عالية بحيث أن هذا الطلبة حيكونوا هم سفراءنا في عبر مختلف قطاعات الاقتصادية والاجتماعية وحتى في مختلف الهيئات الدولية. كما يعني نذكر أن الجامعة انخرطت في العديد من البحوث والمشاريع الدولية لتدخل في سياق يعني الانخراط في الانفتاح الدولي للجامعة. هذا باختصار عمل اللجنة. نعم شكرا لك سيد بروفيسور رضوان كافي. أعود لك بروفيسور حكيم حريك. الرئيس كان قد أمر بضرورة إيجاد آليات جديدة لتغيير التوزيع العام للتخصصات الجامعية بالتوجه نحو العلوم الدقيقة والتكنولوجيا وإلى مواصلة تجسيد مبدأي التخصص والامتياز لخلق مدن جامعية متخصصة. كيف ربما تساهم كل هذه الإجراءات تخصصات جديدة التوجه نحو العلوم الدقيقة في الوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه هذه اللجنة؟ احنا من بين عمل اللي نقوموا به احنا في اللجنة هو كاين تصنيفات الخاصة بال لأنه في التصنيفات هناك تصنيف المؤسسات الجامعية بصفة عامة وهناك تصنيفات على حسب المواد على حسب المواد. احنا الهدف تاعنا حاليا في الجزائر هناك انتاج علمي في الجانب الانتاج العلمي في المجال في الميادين خاصه في الميادين التكنولوجيه. هذا الشيء اللي نعمله حاليا هو كيف انه تكون عندنا المؤسسات الجامعيه في هذه التصنيفات العالميه تكون في الميادين الخاصه بالتكنولوجيا. بمعنى انه ممكن مؤسسه جامعيه أو مدارس على سبيل المثال لأن المدارس هي مؤسسات جامعية صغيرة ومتخصصة في ميدان ما ممكن أنها في التصنيف العالمي ما تكونش عندها مكانة في التصنيف العالمي لكن في التخصص تاعها ممكن تكون في الريادة. فهذا هو العمل اللي نعمله عليه حاليا هو أول شيء هو لازم يكون عندنا إنتاج علمي وأكاديمي في هذه الميادين التكنولوجيا. وحاليا هناك ميادين في التكنولوجيا للجزائر راهي رائدة فيها على سبيل المثال في العلوم المادة في الفيزياء في الكيمياء في الرياضيات في الهندسة. فهذه الجزائر راهي رائدة في هذه الميادين على سبيل المثال في التصنيف الباحثين حسب المواد فتصنيف معروف على المستوى العالمي للباحثين اللي هو هايلي سيتد ريسيرشر. فهناك باحثين من جامعة سيدي بلعباس اللي هم مصنفين في الهندسة والرياضيات على المستوى المغاربي سي هما الوحيدين على المستوى المغاربي عندنا باحثين اللي مصنفين في هذا دونك كسياسه قطاعيه. نعم. هو العمل بدفع الباحثين ان تكون عندنا كفاءات علميه وانتاج علمي اللي عنده مرئيته وهذا ما يسمح بتصنيف المؤسسات الجامعيه في هذه الميادين. نعم ربما لديه ما يقول ممثل وزاره التعليم العالي. كذلك ترجمه لافكار السيد رئيس الجمهوريه خريطه التكوين والمدارس الجامعيه تدعمت كذلك بمدارس عليا في الرياضيات وشفنا في الذكاء الاصطناعي وكذلك في الدخول الجامعي المقبل سوف يكون فيه مدارس في النانو يعني في نماذج جديده على غرار المدرسه العليا للرياضيات والمدرسه كانت إذن خريطة التكوين الجامعي تدعمت بهذه المدارس والكبرى والعليا كترجمة لأفكار السيد الرئيس ونلحظ أنه فيه اهتمام كبير من خاصة من طرف الطلبة الجدد أي الحائزين على شهادة البكالوريا للتوجه أكثر لهذه التخصصات خاصة وأنه في عدد كبير يهتم الآن بالرياضيات خاصة وأنه الرياضيات الآن والذكاء الاصطناعي هما محرك العجلة التكنولوجية في هذا العصر ويكون فيه نعتبره هو راح يكون رهان المستقبل.
نعم عبد الجبار داودي المختص في الرقمنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شكرا على حضورك في البرنامج. بروفيسور حكيم حريك رئيس اللجنة الوطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي، شكرا لك. وشكر موصول أيضا إلى البروفيسور رضوان كافي رئيس اللجنة المحلية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي. نعتذر عليك لضيق الوقت سيدي، وننتقل الآن مباشرة إلى الملف الدولي. وفلسطين أزمة سياسية تعصف بإدارة الاحتلال، والمستوطنون يواصلون اقتحاماتهم لباحات الأقصى مع حليم علام. شكرا سكينة. في ملفنا الدولي، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة يشهد المسجد الأقصى انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين واعتداءات على المصلين والمعتكفين. يحدث هذا في وقت يتجرع فيه الكيان الصهيوني نتائج تجبره وطغيانه بخروج الآلاف إلى الشوارع في معادلة انقلب فيها السحر على الساحر، تقول إيمان بالمولود. أن السحر انقلب على الساحر، وما لا يزال يعيثون في الأرض فسادا يتجرعون اليوم نتائج تجبرهم وطغيانهم بالأراضي الفلسطينية المحتلة بعد خروج الألاف من المتظاهرين الصهاينة إلى الشوارع احتجاجا على خطة إضعاف القضاء، تابعه إضراب شامل بالمستشفيات وإغلاق للمجمعات التجارية وحركة الرحلات الجوية. تطورات جاءت على خلفية إقالة وزير الدفاع لرفضه التعديلات القضائية ودعوته لتعليقها، في وقت يعيش فيه الكيان الصهيوني أحلك أيامه بعد 12 أسبوعا من الاحتجاجات الواسعة. وما هذه الصور التي رصدتها كاميرات وسائل الإعلام العالمية إلا نبذة صغيرة تترجم غطرسة بني صهيون الذين يدعون الديمقراطية والسلم أمام العالم. بنو صهيون لا يعترفون بانهزامهم حقا أمام انشغالهم بالغير، فهم يتجرعون اليوم من نفس كأس مرارة ما سببه من خراب في العالم ومن إجرام بالأراضي الفلسطينية المحتلة الطاهرة باقترافهم مجازر لا تعد ولا تحصى بحق الأبرياء في تصعيد خطير يعيشه الفلسطينيون يوميا حتى في الشهر الفضيل بعد اقتحام المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين المعتكفين داخله وإخراجهم بالقوة. بطش وإرهاب يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي واستخفافا بقرارات الشرعية الدولية. ولمناقشة الموضوع انضم إلينا هنا في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور رائد ناجي، أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بك. وينضم إلينا أيضا عبر سكايب من رام الله الصحفي أمير أبو عرام، أهلا بك سيد أمير. أهلا بك وبضيفك وبجميع المشاهدين. أهلا بك. إذن أبدأ معك دكتور، يبدو أن هذه الحكومة اليمينية أو بالأحرى هذه الدولة المزعومة تسير بخطى ثابتة نحو الانهيار. طبعا هو اليوم ربما في احتجاجات كبيرة جدا داخل هذا الاحتلال نتيجة التباين، أولا التباين السياسي والتباين الاجتماعي. طبعا دأب هذا الاحتلال على صناعة ما تسمى بالسلم الاجتماعي أو التجانس الاجتماعي داخل هذا المجتمع، وهذا ربما اللي قاله بن غوريون، قال جئنا من مناطق شتى ولكن سنصنع أمة واحدة. ربما هذا اليوم هذا المفهوم الذي له مفهوم الأمة الواحدة التي كان يراهن عليه بن غوريون بعد 70 سنة، اليوم هذا يضع هذا الموضوع على حافة الهاوية ونعود إلى التباين بشكل كبير جدا ربما. ويصدق قوله تعالى يعني تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وبالتالي اليوم في تباين عميق وأزم هو وخلق يعني مشكلات كثيرة جدا حتى على مستوى السلم الاجتماعي، وهذا ربما السبب أكبر سبب للخروج إلى التظاهر، وليس فقط هو التعديل القضائي، وإن كان التعديل القضائي هو محاولة طبعا إعادة النصاب للسلطة التنفيذية وبالتالي إلغاء هيمنة القضاء على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وربما طبعا فيها الكل الأطراف مستفيدة، يعني نتنياهو مستفيد للتهرب من
قضايا الفساد والرشوة التي متهم بها والملاحقات السياسية ونرجسية نتنياهو. طبعا دائما يقول أنه هو الذي قاد أكبر فترة طويلة لحكومة هذا الاحتلال وأنه من مؤسسي هذا الاحتلال. يعني دائما هذه النرجسية لا يريد أن يختتم هذا التاريخ بتاريخ ملاحقات وفساد وغير ذلك. وبالتالي أما على الجانب الآخر فالأحزاب الدينية طبعا تريد إسقاط القضاء لعدة أسباب حتى تمرر القوانين التي طبعا تذهب باتجاه يهودية الدولة وقومية الدولة، لأن هذه أحزاب طبعا حريدية يعني أحزاب متطرفة. والنقطة الثانية وهي مهمة جدا هي إسرائيل الكبرى، وربما رأينا يعني قبل أقل من أسبوع الخريطة التي ظهر فيها الزعيم الصهيونية الدينية. سنعود للحديث عن هذا الموضوع. نعم، فبالتالي أنه الفكرة وما فيها أنه يعني الأحزاب هذه تريد تمرير قوانين كثيرة جدا، مثلا إلغاء الدولة الفلسطينية، إسقاط السلطة الوطنية الفلسطينية، يعني حتى أنه اقتسام بعض أجزاء المناطق العربية. فبالتالي هنا يأتي التكامل ما بينهما. والأكثر شيء الذي يعني ربما الذي ربما خرج إليه المتظاهرون أنه هذه الحكومة المتطرفة أو الدينية هذه الآن تعمل باتجاه تقريبا قلب صهينة الدولة من الناحية الدينية والالتزام بتعليم التلمود والتوراة والقبالة كما يقولون. ولهذا ربما أخطر ما في الموضوع أنه هذه الأحزاب هذه لكي نبقى، ذكرت نقطة مهمة جدا أنتقل بها إلى السيد أمير. سيد أمير، الدكتور رائد ذكر نقطة مهمة جدا وهي أن المشكلة والأزمة ليست أزمة حكومة يمينية متطرفة فقط، وإنما هي أزمة الدولة. هناك حديث عن أن هذه الحكومة لا تحترم الديمقراطية، وفي الحقيقة أن هذه الدولة لم تحترم يوما الديمقراطية ولا حقوق الإنسان ولا المواثيق الدولية ولا القرارات الأممية، وهي تجني ما زرعته خلال عشرات السنوات، أليس كذلك؟ نعم، يعني نحن عندما نتحدث اليوم عن الكيان الصهيوني نتحدث عن شقين، المستعمر المؤسس، المستعمرون المؤسسون، والمستعمرون المستجدون. وهذه لكل واحدة منهم شق. بينما نعود لنتحدث عن المستعمر المؤسس فهو من الأشكناز ومن الضباط الجيش الذين كانوا من بنات هذا الكيان، والمستعمرون المستجدون الذين جاءوا من بعض الدول العربية، اليهود الذين جاءوا من الدول العربية وبعض اليهود الآخرين والذين التحقوا لاحقا في الحياة السياسية. ولكل ذلك تفصيل ولكل جهة تفصيل، ولكن هؤلاء جميعهم يتفقون على قضية واحدة هي ضرورة قتل بين قوسين الشعب الفلسطيني، طرد وتهجير الشعب الفلسطيني. ولذلك هذه الأزمة، واليوم يعني قبل ساعات عندما خرج نتنياهو وأجل هذه الأزمة من خلال إعلانه عن تجميد القرارات القضائية أو التعديلات القضائية الجديدة والتي قد تؤدي إلى بعض الهدوء لأيام قليلة، ولكن ما الذي جناه اليمين المتطرف مقابل هذا التجميد؟ يعني اليمين معروف بأنه هو الذي يدفع نحو التعديلات القضائية. الآن عندما جمد نتنياهو هذه التعديلات، ما الذي جناه اليمين؟ أبرز نقطة هي ما تم إعطاؤه هذه الليلة لبن غفير، وهو إنشاء قوة سماها بالحرس الوطني. هذه القوة المتوقع تشكيلها من 25,000 مستوطن سيكون إدارتها تحت بن غفير، ومتوقع بأن تكون هذه نواة لحرب للمستوطنين بشكل رسمي ومسلح رسمي من قبل حكومة الاحتلال نحو الفلسطينيين في الضفة الغربية، وحتى نحو الفلسطينيين الذين يقطنون داخل أراضي 48. وبالتالي كل ما تم سواء كان هناك فرقة أو اتفاق فإن الفلسطيني سيتحمل النتيجة سلبيا خلال الأيام القادمة. متوقع أن يكون هناك المزيد من إعطاء الحريات بشكل أكبر للمستوطنين للمزيد من الهجمات نحو القرى الفلسطينية، وهم لهم دوما كل الحرية، ولكن سيتم غض النظر عنهم. حتى اليوم عندما رأينا بأن الاعتداءات كانت تتم كما العادة ولكن بشكل أكبر في بلدة حوارة مثلا تحت حماية الجيش، ويمنع على الفلسطيني أن يدافع عن نفسه، وإذا دافع عن نفسه فإنه سيجد جيش الاحتلال
يطلق عليها النار بشكل مباشر. المسجد الأقصى المبارك واحدة من أهم النقاط بأنه سيتم ترسيخ ما يريده اليمين المتطرف. نحن مقبلون على يعني في الأسبوع الثالث من شهر رمضان سيوافق الأعياد التوراتية. طيب أنتقل فقط بهذه النقطة لكي لا نتشعب إلى نقاط أخرى. دكتور رائد، تحدث سيد أمير على الانتهاكات والاعتداءات كالكيان الصهيوني على الفلسطيني اليوم في المسجد الأقصى. هل بدأت ربما تنعكس هذه التطورات داخل الكيان الصهيوني على معاملة وتعامل جيش الاحتلال مع الفلسطينيين ومحاولة تحويل الرأي العام؟ طبعا هو دائما الاحتلال لا يمكن أن يعيش في أمن إلا إذا قام بتأزيم وتشجيج المنطقة، فبالتالي دائما ما ينقل أزماته الداخلية للأزمات، وهذا طبعا أحد السيناريوهات المقترحة والمتوقعة، أن يتم الضغط على الشارع الفلسطيني تنفيسا للغضب الشارع داخل هذا الاحتلال يمتد إلى الجانب الفلسطيني. وحتى كثير من المحللين يتوقعون يعني حتى في داخل هذا الاحتلال أن تكون هناك أن نتنياهو أن يذهب إلى تهدئة الأمور، وهو ما فعل حقيقة الآن، قام بتأجيل الموضوع لتهدئة الأمور وكسب الرأي. يعني نتنياهو ثعلب ماكر يعني في الجانب السياسي، فبالتالي يدرك ماذا يفعل، فهو يهدئ الشارع من أجل أولا إعادة تنظيم على الأقل مؤيدي نتنياهو، خاصة اليوم في صبر أراء يخلق 58% من الكتلة الليكودية، يعني حزب نتنياهو هدد بالانسحاب من هذه من الكتلة في حال إذا لم يتراجع، فبالتالي إعادة يعني ودعا إلى حوار شامل من أجل رص الصفوف ومحاولة إعادة النفس جديد، وفي نفس الوقت تميع الأمور بالجانب الزمني. ولا يستبعد نتنياهو أن يذهب باتجاه تطورات أخرى سواء إقليمية أو حتى في داخل فلسطين، سيبدأ أكيد وبالداخل الفلسطيني. واليوم نرى أنه في حقيقة منذ مجيء هذه الحكومة الطرفة وتزايدت أعمال العنف باتجاه الشعب الفلسطيني ومحاصرة الشعب الفلسطيني، رغم أنه يعني أنا أقول دائما ابن كفير حتى قبل أن يكون وزيرا للأمن القومي في هذا الاحتلال، عندما كان في الكنيسة يعني البرلمان عندهم كان يدعو إلى كثير من الاستفزاز في داخل المسجد الأقصى، وقد رأيناه العام الماضي في داخل المسجد الأقصى قبل أن يكون وزيرا، فليس بغريب على وزير المستوطنات يعني بإسرائيل يعني وزير المالية وجزء من وزارة الدفاع زائد وزير الأمن القومي، دائما حتى وزير العدل كله ماذا اصحاب يعني خرجوا من المستوطنات ومن رحم المستوطنات. فبالتالي اليوم المعادله في داخل هذا الاحتلال ربما تعاد وصياغتها من جديد لان تكون هناك كفه ميزان باتجاه دعم من طرف المستوطنات، ربما هذا ما ذكره الزميل عن تشكيل قوه من داخل المستوطنات حتى تحدث الفرق في داخل هذا الاحتلال. لكن دائما الشعب الفلسطيني سيدفع هذه الفاتوره، لانه اصلا اساس الائتلاف ما بين اللقود والاحزاب الحريديه اصلا قائم على الدم الفلسطيني. يعني لو ترجع انت الى المؤشرات ما هي، اولا توسيع الغاء الدوله الفلسطينيه، لا وجود للشعب الفلسطيني، هذا هو الاساس، قيام دوله اسرائيليه تتجاوز حتى الحدود الفلسطينيه الحدود دول اخرى، هذا اساس الائتلاف، قوميه الدوله اليهوديه التي نادوا فيها من قبل ولم تنفذ، ايضا الاعتراف من نتنياهو لاول مره يعني في تاريخ هذا الاحتلال ان يعترف رئيس حكومه او رئيس وزراء يعني كما يسمى في نظام الاحتلال ان يعترف بشرعيه هذه المستوطنات، يعني اعتراف كامل، هذا كان اساس هذا التوافق الذي جاء وشكل هذه الكتله او الحكومه الحاليه. فبالتالي اذا القادم هو مزيد من التصعيد تجاه الشعب الفلسطيني حتى يغطي على الازمه وربما تنتقل حتى الى غزه، يعني هذا احد التوقعات، وربما تنتقل الى جنوب لبنان وحتى في سوريا، وان كان يعني بالامس يعني كانت في غارات على سوريا وعلى مطار حلب، يعني الامر متزامن. نعم متزامن، وحتى انه نتنياهو يعني الان كان يتكلم حتى عن دول اقليميه يعني يقصد بها ايران، وان كانت الولايات المتحده الامريكيه قلقه بشان هذا الموضوع. نبقى مع تعامل سلطات الكيان الصهيوني مع الفلسطينيين. سيد امير، هل ننتظر ربما تصعيدا من الكيان الصهيوني في الايام القليله المقبله ضد الفلسطينيين؟ ونحن نعرف ان الكيان الصهيوني عندما يواجه مأزقا داخليا دائما ما يحاول توجيه الرأي العام الداخلي بحملة من الاعتقالات من الاقتحامات إلى المسجد الأقصى وحتى في بعض الأحيان بافتعال الحروب ضد الفلسطينيين. معلوم تماما بأن الكيان الصهيوني وخاصة عقلية نتنياهو هي عقلية تصدير الأزمات بشكل مباشر. قد يكون التوجه نحو جنوب لبنان وغزة برؤية نتنياهو، ولكن في ظل وجود بن كفير وسموتريتش فإن هذه المرة تصدير الأزمة سيكون نحو الضفة الغربية، وخاصة بأن الضفة الغربية خلال الأشهر الماضية هي أصلا مشتعلة وقابلة للاشتعال بشكل أكبر. أعتقد بأن الاحتلال وعقلية سموتريتش وبن كفير والصهيونية الدينية هي تنظر إلى الضفة الغربية على أنها أساس المشروع الصهيوني، هم ينظرون إلى القدس والخليل ونابلس على أنها هي المدن التي جاءوا من أجلها إلى فلسطين، وبالتالي هذه العقلية اليوم
تعمل على تهويد والسيطرة وإخضاع الضفة الغربية بشكل كبير. الاستيطان خلال الأشهر الماضية كبير جدا، الكثير من المعلومات لا تخرج كثيرا للإعلام ولا يتم تداولها للإعلام العالمي وتبقى مكانها، ولكن فعليا على الأرض نحن كصحفيين نتنقل ما بين مكان وآخر. اليوم كل تلة في الضفة الغربية باتت بيد ما يعرف بفتية التلال، هم المجموعات الاستيطانية التي تسعى للدم ويعجبها مظهر الدم، وهي تعتدي بشكل دائم على المستوطنين. وهي بالمناسبة التي تحدثت في البداية بأنها ستكون نواة تشكيل هذا الحرس الوطني الذي يسعى له بن غفير، ولذلك أعتقد بأن هذه المرة تصدير الأزمة سيكون نحو الضفة الغربية بشكل واضح، وخاصة بأن الاحتلال أيضا يدعي بأنه يحارب المجموعات المقاومة المسلحة التي تتشكل شيئا فشيئا، ونرى أيضا ازدياد تشكلها، نراها في نابلس وفي مخيم جنين واليوم في طول كرم وحتى مخيم عقب الجبر في أريحة والعديد من المناطق التي تتشكل فيها هذه الخلايا. وبذلك الاحتلال سيصدر أزمته وسيرضي نتنياهو اليمين من خلال المسلمين. عذرا على المقاطعة سيد أمير، وقت البرنامج يشارف على نهايته، فقط سؤال أخير إلى دكتور ناجي باختصار. باختصار، هناك حديث في الولايات المتحدة الأمريكية، المجلس الأمن القومي الأمريكي، يتحدث ويحذر من نقطة مهمة جدا، وهي إمكانية انقسام داخل الجيش، خاصة هناك أخبار تتحدث عن عصيان داخل جيش الاحتلال. هل هذا السيناريو وارد؟ طبعا هو بدات عمليا يعني العصيان، اولا جنود الاحتياط الان يعني بداوا يعني رفضوا الخدمه، وحتى انتقلت الى ليس جنود الاحتياط، حتى الى داخل هذا الكيان، وعلى من الطيارين وانتقلت الى التعليم والصيادله والهزدروت اللي هو النقابات وحزب والعمال، يعني النقابات العماليه وغير ذلك. اذا الموضوع هو امتد يعني حقيقه، وصار هناك انقسامات حتى من جهه الطيارين، وحتى بعد يعني اقاله وزير الدفاع يعني جالنت اليوم، يعني كان اخرى ثاني مظاهرات كبيره جدا في داخل الاحتلال تنادي باعادته الى منصبه، وبالتاكيد صار هناك انقسام حقيقة ما بين المؤسسة الأمنية، ما بين من يوالي نتنياهو ومن لا يوالي نتنياهو. إذن هو موجود هذا الأزمة، وهذا هو التخوف الكبير جدا عند حتى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن يقوم من أجل إعادة هذا الصدع أو الرأب هذا الصدع أن يتصرف نتنياهو مثلا، ويقوم مثلا بتوجيه ضربات في مناطق في الشرق الأوسط في وقت الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد مثل هذا التصرف، نتيجة أنت عارف يعني ما يحدث في العالم. لكن الحقيقة الأمور ستذهب باتجاه التصعيد، يعني باعتقادي اليوم يعني حتى الفكرة نتنياهو أن تأجيلها للدورة، ما قالش باللي نلغي، قال نؤجل إلى الدورة البرلمانية الأخرى، معناه هذا أنه نتنياهو ماضي في تنفيذ خططه مع الأحزاب الحريدية. إذن هذا سيؤزم، يعني ربما يخمد الأمور قليلا لكنه سيؤزم الوضع. يعني اليوم نتنياهو باعتقاد أنه وضع هذا الكيان أو مجتمع الوكان على لا سلم الاجتماعي، وبالتالي بيّن اللي هو ما بين أجناس وإثنيات هذا الاحتلال. دكتور رائد، شكرا جزيلا لك، نكتفي بهذا القدر، شكرا على حضورك معنا. الصحفي من رام الله أمير أبو عرام، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، عودة مرة أخرى إلى سكينة. شكرا لك حليم علام ولضيوفك الكرام. إلى هنا نأتي إلى نهاية برنامج الجزائر مباشر، أشكر كل طاقم العامل مع الليلة فاتحة جعيدر، سامي عزيز في الإشراف، والمخرج محمد لامين محروق. ألقاكم بخير في أمان الله.